بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بجماهير النادي الإفريقي بصفة خاصة، ومرحبا بكل من تابعنا من جميع الفرق. الموضوع بطبيعة الحال باش نحكيكم على الإدارة الفنية للنادي الإفريقي وعدة مواضيع أخرى بما فيهم الناطق الرسمي وعدة أشياء زاد، الملاعبية اللي باش يبقاو، الملاعبية اللي باش يمشيو، والانتدابات، الأجواء هذه كل لازم نحكيو فيها قبل ما يفوت الفوت. ساعة باش نبداو الموضوع الأولاني ونتعداو ما نطولوش برشا، اللي هو فريق النادي الافريقي في كرة السلة. اليوم باش نلعبوا الدور النهائي ضد الاتحاد المنستيري. شباب حطوا في بالكم حاجة ونتعداو فيسا، راهو المنستير فافوري علينا بنسبة 20%، هما 60 وحنا 40. كان ربحناهم شابو، كان ربحناهمش. الملاعبية بتاع المنستير العام الجاي نشريوهم الكل، ونزيد معاهم الملاعب بتاعهم الامريكاني اللي هو غالبنا، ونزيدوا معاه جون شامبيرز رئيس النادي الافريقي الشرفي الامريكاني، تيجي من الملاعبيه من لابي اي، والمسير كي مازال تهز معانا بطوله يجوا قبلون. حاليا انت وزهرنا، نجموا نربحوا نجموا نخسروا، وامضي نتعدى على الباسكيت على خاطر ماهوش مهم جد الجمله بالنسبه لي انا. اللي صار سابقا مع الفلس ومع وجوه الفقر ما نحبش نحكي فيه، بالرغم اللي فرع الباسكيت يتسمى احسن فرع فيهم الكل، اخذها ملعبيه وديما الند للند وكل شيء، ولكن جزئيات بسيطه اللي هو اللاعب الامريكاني بتاع المونستير هو اللي كان يعطي في الفرق. ان شاء الله ان شاء الله في قاعة راس يعملوا شي حاجه. نتعداو ونمشيو للاداره الفنيه. الاداره الفنيه شور وقت اللي انا اقول حاجه راهو باذن الله راهي صحيح يا ولادي، تهنيه وراني انا واحد من الناس، ما تستغربوش خاطر بداو يعرفوني العباد، وثما برشا عباد ديما جديد عليهم، ديما خاطر انا المتابعين في زياده باذن الله. على هذيك اللي يعرفوني من قبل اكيد واثقين من الكلام نتاعي ويعرفوني شنو هي بالضبط، نوصل لهم المعلومه. بينما كي يبدا واحد جديد مش يقول مش يلاحظ بعض الملاحظات، ينجم يكون معايا وديريكت يمشي معايا في الخط ويدز في الحكايه، وثما شكون مش يبقى يحب يتستي، يحب يزيد يجرب. راهو نبيل ما يتستيش، راهو نبيل هذا اللي قدامك وراني ما تستيش كالي فيه من اول نهار عملت فيه اول فيديو عملته عنده تو عامين ونص، قلت راهو معاكم افضل محلل عربي وتونسي واللي تحبوا انتم من اول نهار. يعني تصور واحد من اول نهار يقول هك، وتويك معانا المتابعين الناس تفهم شنو باش نقول لك، نقول لك اكثر من هك. شعلنا في هذا الكل الاداره الفنيه للنادي الافريقي، قلنا لكم راهو صبر خليفه ما عادش عنده دور في النادي الافريقي. ما هو هذا هو، شكون اللي كان المدير الرياضي في النادي الافريقي؟ باش نبداو متفاهمين باش الجمهور الجديد يفهم. صبر خليفه عمناوي كان المدير الرياضي في النادي الافريقي، خذا مكان شكون؟ خذا مكان اسامه السلامي، عباره فك فكان. انا راني نحب هذه، ما نحبش صبر خليفه. صبر خليفه عابد من جمله العباد باش يجي نهار ويمشي على روحه. نحب الكلوب قبله هو، وقت اللي هو كان مكشخ انا وقتها نحب الكلوب، وقت اللي هو مازال ما يمشيش للتيرانات انا وقتها نمشي نتفرج في الكلوب. لذلك ما تزايدوش في الامور هذيا، مش الفايده تكون ريتني نكور في الكلوب ولا ما ريتنيش، لا الفايده الجماهير بتاع النادي الافريقي ليهم الاحترام اكثر من بعض الملاعبين اللي خانوا النادي الافريقي. باه افهموني مليح في الحكايه بتاع صابر خليفه، باش نقصوا الموضوع من جذور بتاعه، يلزم الموضوع هذا يتقسم الجذور باش نرجعوا كيما نحبوا احنا. باه اولا الاداره بتاع النادي الافريقي حطوا بسام المهري مدير رياضي، وهذه بشرة خير لجمهور النادي الافريقي. بسام المهري شفتوه في الفيديو اللي خرج في الصفحه الرسميه بتاع النادي الافريقي، الراجل قريب يبكي، الراجل براسك يحكي كيف انا من المحبه نتاعو للنادي الافريقي. بسام المهري انا عندي فيك الثقه ونعرفك لبيتي في الدم، متكور في النادي الافريقي، عامل العمايل في النادي الافريقي وكورت في النادي الافريقي، والنادي الافريقي كان ليها فضل باش خدماتك في الشركه نتاع ستاك ولا مش عارف شنو. النادي الافريقي باش وليت موظف سامي مدير بفضل النادي الافريقي وقت عزوز الاسرم والجماعه ذوك، وما تنساش الامر هذايا رانا التاريخ عندنا. اما بسام المهري كلوب بيستي ويحب الكلوب. بسام المهري المدير الرياضي اللي كنا احنا نحلموا به، خاطر في تونس راهو ما نحلموش برشا مديرين رياضيين، رانا ماناش في المانيا ولا في ريال مدريد ولا في اسبانيا معناها في برشلونه ولا في فريق مانشستر سيتي ولا، لا رانا في تونس مستوانا متوسط في كره القدم. التلهميق على عجله، الامور المنظمه قليله، دونك كي
يجينا واحد كيما بسام المهري ما ثماش منه في تونس حاجه باهيه برشا، وانا على قرارتي على ضمتي انا هذه على ضمانتي انا بسام المهري، وثم ما خير من بسام المهري. وقال لي بسام المدير الرياضي المدير الفني الاول اللي معاه اللي هو المنسي محمد المنسي. محمد المنسي السيد هذايا للناس اللي ما يعرفوش، السيد هذايا كان يريني في العين الاماراتي، العين الاماراتي راهي بطل اسيا، العين الاماراتي في كاس العالم للانديه، العين الاماراتي ميزانيه ضخمه هي والهلال السعودي والناس كلنا نعرفوا، يباع تحصل معاهم على زوج بطولات، يباع شارك معاهم في كاس ابطال اسيا. السيد هذايا موجود في الاداره الفنيه البارح، تحط معاه شكون؟ مع بسام المهري، ركزوا معايا مليح. وبسام المهري يزيد يختار معاونين ليه واحد اخر في الاداره الفنيه، شكون؟ نجيب غميض. نجيب غميض الجمله الشهيره نتاع نجيب الخطاب وقتها في كاس العالم 78، غميض ولياي تتفكروها هذا علي الناس الكل، الهدف نتاع غميض ضد المكسيك في كاس العالم، غميض من نجوم منتخب تونس عام 78، من يعني من الاساطير نتاع كره القدم التونسيه في الاداره الفنيه نعرفوه، وكالي فيه ويزيد يكالي فيه بسام المهري. قال راهو عنده عين ثاقبه، يعني راهو عنده عينين ممتازه في اختيار الملاعبيه، ثم انا راضي عليهم. شفتوني اذا كان انا وصلت قلت لكم سي بون سي بون سي تادير سي بون راه ما تخدموش. ثم حاجه باش نعاود ونعرف اللي ديما يلزم نجبد روحي على خاطر نعرف فاش قاعد نعمل فاش قاعد نقول. شفتوا هذم كان يوصلوا يقول واحنا يتواضعوا معايا انا راس اتصال هاتفي بسام المهري نبيل تنجم تكون معانا في الاداره الفنيه وخلينا نعملوا اختيارات اكثر من لازم. اكد لكم النادي الافريقي سور لو شون ما عادش حتى واحد يتنفس من الخونه، سور لو شون الغادي في البارك نعملوا البيرو نعملوا الدنيا مع بعضنا الناس الكل تفضلوا، انت تقول هكا ودي تقول هكا نبدا ندير يجي فيها بالكف حسين برجوليه نقول هيك بالكف معناها بالمعنى نقصد مش بالشد عباد نضربها، لا غلطت سامحنا البلاصه هذه ما عادش نتنفس فيها وانا ماشي كيك وانا ماشي كيك باهي اش علينا في هذا الكل باش ما نقولوش يشكر في روحه وهذا ما تجيش ما تواتينيش انا راهو انفعال على خاطر نعرف روحي نجم نقدم الاضافه متاكد فنيا وتكتيكيا وفي المخ وفي المناورات مع الفرق الاخرى وتطيح المورال للفرق الاخرى وتطليع مورال للنادي الافريقي وك الدنيا هذيك اللي قاعده تصير نجمها والحمد لله ورب بقى لنا ستر. ولكن نحكي توا على موجود في النادي الافريقي ويعطيهم الصحه سي بون معاهم شكون خلاهم معاهم الاداره الفنيه هذه شكون بقى معاهم؟ بقى معاهم صابر خليفه. صابر خليفه كان مدير رياضي اصبح الرابع في الاداره الفنيه. ما هو صابر خليفه كان يحب فلوس من النادي الافريقي، ربوحي خلاه في النادي الافريقي على خاطر يحب فلوس باش ما يشكيش بين الفيفا. نقول لكم من الاخر وصابر خليفه راهو اعطاه للكليب شويره، اما راهو حطوا في بالكم قعدتوا كمدير رياضي على فلوس على خاطر يحب الكليب فلوس باهي. بس مهري خرج وقال راني نحب الكلوب وراه هك وهك، ريتوش صابر خليفه خرج وقال راني نحب الكلوب راني نموت على الكلوب، ريتوش خرج وقال تفكروني بالله بالك انا في باليش ونتحداه نعمل له كيف سليم الرياحي، سليم الرياحي قال باش نعمل فيديو انا قبل وقتها في جوان ما عملش فيديو، صابر خليفه نتحداه برا نقول نحب الكلوب مليار بالمئة ونعرفوا راهو كيفاش شكون يحب الكلوب مليار بالمئة، بالرغم من هذاك نحترمك صابر وعطيت له الكلوب، اما في اللقطه اللي انت صاحب الملاعبيه مانيش مش احنا الكلوب باش تجيني انت مدير رياضي تقول لي صاحب الملاعبيه، لا ماكش صاحب الملاعبيه، بيناتها كونترا بيناتها امور قانونيه، وقت اللي هو يشكي بك للفيفا انت ماكش باش تحامي عليا ولا غيرك. تجيني تقول لي صاحب الملاعبيه، نحاو اسامه السلامي باش حط صابر خليف، نتجاوز الموضوع هذايا، ولكن بسام المهري للتذكير الجمهور اللي يعرف واللي ما يحبلوش صابر خليف باش نقول لكم حاجه باهي. بسام المهري راهو مدير في شركه كبيره، وراهو كلوبيستي، وراهو يفهم في الكوره، وراهو كاور في الكلوب سنوات 10 سنين ولا قداش، باهي. بسام المهري السيد هذايا قال كلمتين فهمتهم انا وبكل سهوله، قال راهو
صاب الخليفة راه ماهوش خايب، أما كي كان وحده ما لقاش روحه. في من الآخر معناها بين السطور، يا صابر رانا جيناك باش راك ماكش باش تنجمنا، أنا وغميض والمنسي راك مش تفدوا مش تقول لنا ديميسيون باش نمشي على روحي. وتفكروني فيه، صابر الخليفة كان ماهوش باش يقدم استقالته من المدير الرياضي، راهو مش ما عملهاش دورة، مش عملها في الشتاء، راهو مش عملها في كل وقت، راهو ماكش باش تنجح مع نادي إفريقي يا صابر، على خاطر الملاعبية أصحابك اللي مازالوا منهم ماهوش في مستوى النادي الإفريقي. وأمضي على خاطر ثم مواضيع أهم من الشيء ذي، ولكن الإدارة الفنية فيها، حطوا في بالكم جمهور الكلوب أفريكان، أحسن إدارة فنية في تونس. محمد المنسي العائل الإماراتي، نجيب غميض أسطورة تونس، وبسام المهري إنسان رجل بالضبط مهف، رجل بتاع معاملات ينجح في التعاقدات الكل، كونوا مهنيين به. هذا بالنسبة لبسام المهري، مش نتعدي لكم على الملاعبية اللي ما زالوا في النادي الإفريقي، مش نسميكم ونعطيكم لي نوت بتاعي انا، وانتم عندكم الحق تعطوا لي نوت بتاعكم. كينغزلي ايدو العقد بتاعه مازال فيه عام، اذا كان جاتو عرض تو يمشي على روحه، ما جاوش عرض باش يبقى في النادي الافريقي. ثم ثمانيه الجامعه خولت بثمانيه ملاعبيه فارقه يكوروا في بطولة تونسية، لذلك كينغزلي ايدو كي مش يقعد سوار بلاصون سوار تيتيلير، اذا كان باش نعملوا انتدابات مش مشكل. كينغزلي ايدو كان من احسن الملاعبيه عملناه، صحيح انتقدناه ولكن من احسن الملاعبيه. علي العام علي العمري ثبتوا لنا في الاصابه نتاعو، اذا كانت الاصابه نتاعو مزمنة باش يلعب زوج مقابلات والثالثه يتضرب ينجم يفسخ العقد نتاعو، ما ثم حتى اشكاليه. باه السويسي لاعب في اخر الموسم بدا يتحسن مع فوز بالزرطي، بدا يستثمر فيه، ممكن ينجح ممكن لا. لاعب بالنسبه لي انا نديكم ايدو 6 على 10، علي العمري 6 على 10، السويسي 5 على 10، احمد العبيدي حارس المرمى ما خداش فرصته جمله، امنيتي راه خدا فرصه صغيره مش فرصه كبيره. احمد العبيدي حارس المرمى انا راه المعوض رقم 2 والمغزاوي المعوض رقم 3، وتنتظبوا لنا حارس يكون رقم 1، لما لا يكون ادريس العرفاوي الحارس الشاب اللي من اللي طويك اون فان دو كونترا، ان شاء الله بسام المهري مكمف برا ادخل في مفاوضات معاه طفل كوارجي. باه عامر العمراني عملاه الخذاء 4 من 10 الكونترا نتاعو، مازال نحكي لك العمراني بون من روبلاسون نادي يجي روبلاسون محترم. بسام استرارفي لولا الإصابة أحسن لاعب في البطولة التونسية، بسام استرارفي بالطبيعة يبقى. الزعلوني بدا أول الموسم محترم وبعد ولا فاشل جدا. الزعلوني العام الجاي راهو ما عندوش مكان كأريال دروا في النادي الإفريقي، الأهداف 6 أهداف قبلناها من النادي الإفريقي من الزعلوني. الزعلوني تريه يلعب ويقدم القدام وكل شيء، ولكن بتخلويه ماهوش قاعد يلعب كأريال دروا، صحيح قاعد يخرج في خرجات ماهيش في بلاصتها. أريال دروا يخرج وقت اللي البيفو يخرجوا، وقت اللي الروجي سير صنع العاب يخرجوا، ما يخرجش أريال دروا بالو بي في ساقيه، ماكش رونالدو أنت، رونالدو الظاهرة نحكي عليها، ماكش ميسي أنت، وماكش خير من كافو، وماكش خير من حاتم الطرابلسي، وماكش خير من علي معلول، وماكش خير من روبرتو كارلوس، هذوما ما يخرجوش بالو بي في ساقيها براهم، وقت اللي يلعبوا في البوست نتاع الريال، يخرجوا وقت اللي يخرجهم لي دومي، وقت اللي خرجهم روجيسير، هذه فهموها يا جماعه الكره الصحاح. لذلك غايه الزعلوني كان مش تواصل تخرج بالبالو بي في ساقيك، تتفكك نبقى معانو في هجمه معاكسه، ماكش باش تفيد النادي الافريقي. وماذا بيا الاداره الفنيه بسام المهري الملاعبي هذا يا يلعب القدام احتياطي، والا راه ما عندوش مكان في الاريال دروا، باش نبداو متفاهمين. بالنسبه الشريفي توفيق الشريفي الملاعبي هذا كارثه في النادي الافريقي، ماذا بينا تنهيو التعاقد نتاعو، ما تقوليش راهو يتصلح دويو يتصلح، ما يتصلحش. غايث الصغير من احسن الملاعبيه في النادي الافريقي بدون نقاش هو بسام استرافي. الغريسي عزيز الغريسي كأريال دروا ينجم ينجح في بلاصه الزعلوني، ينجم ينجح نسبيا ينجم ينجح، ولكن ماهوش غارونتي. سنانة ننصحكم تسلفوه، هذا يا سنانة عنده 3 سنين هو ادم قرب ديما يغلطوا، لذلك تسلفوهم، انا واحد من الناس مانيش معاهم، هذا يا سنانة وادم قرب يمشوا ربي معاهم، تعملوا لهم صلف اموركم. هذيك حمدي العبيدي اللي كان عمل انتدابات كبيره، حمدي العبيدي احسن ملاعبي نجم ينجح مع انتدابات كبيره، على خاطر الراجل يلقف في شوطه بركه كوره بالراس بالساقين، كي تجي فرص يستثمرهم ينجم يسجل ديما. هذاك حمدي العبيدي طفل محترم وينجم يتصلح، نعطيوها فرصة. ياسين الدريدي لاحظنا فيه نايف، أعطاوه بعض الفرص ولكن نايف شوي تحس فيه.
كيف ما ينجم يبقى كيف ما ينجم نسلفوه، ما عندي انا ما عندي حتى اشكاليه. الحمروني محمد امين الحمروني احسن ارين دروا تونسي كوارجي كل شيء، ولكن الملاعب بهذا عنده اشكاليه بصراحه، الملاعب بهذا عنده اشكاليه الاصابات. اذا كان ما عندوش ماهوش باش يتصاب العام الجاي وتشوفوه وتعملوا له الدياجنوستيك صحيحه، الملاعب بهذا يفيد النادي الفريق بصفه كبيره ياسر. هذوما الملاعبيه اللي حكيت لكم عليهم. بالنسبه للملاعبيه المنتهيه عقودهم، وسمعنا بعض الاخبار ان شاء الله تكون غلطه، اللي اداره النادي الافريقي يحبوا يتفاوضوا مع احمد خليل باش يجدد الكونترا. قول هيكم من منبر هذا، اذا كان تصوا تجدوا لاحمد خليل راه النجاح باش يكون 100% باش يولي 70% 60%. يرحم والديك يا هيكل تخيل، لا لتجديد هيكل الخليل. يا ولدي علاش نحسبوها بصفه هك يا خويا؟ الرازل ماهوش مبروك علينا من الاخر، باش ما نقولش هكا كلمه الاخرى، ماهوش مبروك علينا، بجاه ربي خليه يمشي وخلي يسجل لنا هدف مع الفريق اللي يمشي له. بجاه ربي خليه يمشي، بجاه ربي يمشي، براس امك يمشي، بجاه ربي وفي العقد لا تقعدها في الكلوب، يرحم والدين امك. امشي امشي برجولي، خلينا خلينا نعمل بيفو جديد. يسي قهوة سي بو يا هيك الخير، راهو مانيش فاتك، نفهم كوره اكثر من تصور في بالي. بالنسبه للنطق الرسمي بتاع النادي الافريقي كالعاده، السيد هذا مانيش شكون، مانيش عارف شكون الاداره بتاع النادي الافريقي نعرفوها جديده اللي تزكات من الحكماء، واللي هي فيها هيكل الدخيل، اللي هي فيها حامد مبارك، اللي هي فيها بالقاضي، اللي هي فيها نابوليتون، وفيها واحد اخر ما ريتش انا النطق الرسمي موجود معاهم في الاداره هذه. لذلك هيكل الدخيل من فضلك، السيد هذا يخرج في اذاعات الله اعلم وين، وكل مره يحكي حكايه حوله. الحكايه الحوله اللي يحكي فيها السيد فكرني بوجولهم، بوجولهم شنو معناه؟ الناس اللي يحبطوا العزائم، الناس اللي طيحوا المورال، والناس اللي نجم يكونوا ما قلناش هو خائن، ولكن الخونه يتصرفوا بالطرق هذيك. مرة فاتت خرج قال رانا احنا مسالين في الديون، قبل ما يجينا المستثمر الامريكي وحكيت فيه في الفيديو الاسبوع اللي فات، راهو هكا راهو بينا راهو علينا رانا مشينا فيها، وبدا يطيح في المورال نتاع الكليب. المرة هذه خرج البارحة وصلتني بعض المعلومات، خرج وبدا يهز ويصبط السيد، ليه رانا احنا صحيح خلصنا الديون، ما راهو ما عندناش راهو باش يزلنا فلوس اخرى باش نزيدوا نعملوا ديون اخرى. ناطق رسمي يستغل في الفرص مع المستثمر الامريكي، يحب في باله لعبه الحكايه ولا شنو حكايه هذا؟ يا من فضلك استاذ هيكل الدخيل، نطلب منك وبكل لطف، السيد الناطق الرسمي، كانوا ناطق رسمي بالرسمي، الاستقاله يرحبوك. هذا يا معود، هذا انسان راهو ناطق رسمي، مش كيفي انا نحكي على الكلوب ونحب الكلوب ومراهم ماذا بيا ديما الكلوب، لا هذا موجود ناطق رسمي، راهو هذا اذا كان يتكلم راهو يطيح المورال ما يساعدنيش. السيد هذايا استقاله، باش نبداو متفاهمين، هاو في بالك بسام المهري وجماعه اللي موجودين، حامد مبارك يرحم بوك، رانا ماناش خصيصين، تفرجوا في فيديوهاتنا، رانا فينو كرة القدم التونسية والنادي الإفريقي، معناتها راهو حط في بالك رانا نوابغ نتاع فاهم نتاع الكرة، راهو كي نقول لكم حاجة حتى في ضربة اللغة نفهموا راه كيفاش إنسان يطيح في المورال واضح. لذلك هذايا رد باله ماهوش ماشي مريقل مع النادي الإفريقي. ثم سمعنا عدة مليارات باش تكون في النادي الافريقي من الشركة أريدو، ثم مفاوضات مع هيكل الدخيل باش يجددوا العقد نتاعهم 3 مليارات في العام. بطبيعة الحال أريدو تفاجعوا كل شيء، كانوا 2 مليارات هذه في العام، أصبحت 3 مليارات بطبيعة الحال بعد ما سمعوا اللي باش تكون عندنا مفاوضات مع الاتصالات التونسي، تفاجعوا بطبيعة الحال وزادوا مليار. نزيدوا ماذا بينا احنا 10 مليارات، علاش؟ اريدوا تدخل في فلوس شيء كبير، تعطي 10 مليارات للنادي الافريقي ويجعل الناس نرضيو عليهم. هيكل الدخيل قوي في العقد مع اريدوا، راهم انت القوه عندك انت مش عندهم هم. ثم بعض الاخبار تقول اللي ملفات الفيفا بتاع الملعب التونسي، هيكل الرئيس هذا بتاع الترجي هو اللي خلص 600 مليون خلصهم هو. صدقوني يا رجال كما قالوا راهو المستثمر هذايا بيه وعليه وفلوسه منين مكلوها، نفس هذوك ماكل مشويين هذوك اكلي اللي باش يتجردوا واللي تشووا هذوك، هذوك تعرف هذوك خرجوا المواضيع
بينما خرج الناطق الرسمي للملعب التونسي قال يا ولادي راهو كذبة وإشاعة، وفاتت الإشاعة دي راهو الناس تتجنى على الملعب التونسي، رانا احنا ما خلصناش حمد المد بالفلوس، رانا احنا ومع خلايا مع احباء الملعب التونسي 600 مليون، مع رجال ميسورين ومع الجامعة التونسية لكرة القدم عاونونا الناس الكل وخلصنا. هذه رئيس الترجي عاون الملعب التونسي، الاحباء تاع الملعب التونسي اتصلوا بيا وقالوا لي بجاه ربي وصل المعلومه هذه، راهم ما ثماش منها، راهم ناس يضربوا في اللغه بالعاني، يحبوا يوريو رواحهم اللي هما في احسن صوره، ما ثماش منها الحكايه. وهاني وصلت لكم صوتكم احباء الملعب التونسي. هذه حاجه بالنسبه لل المليارات بتاع النادي الافريقي اللي باش تكلف حمد المدي بخسائر كبيره وكبيره جدا. هاو علاش تطرح العنوان هذايا في وسائل الاعلام؟ على خاطر كل ما النادي الافريقي يقوى، كل ما النادي الافريقي تكون عنده انتدابات، كل ما حمد المدب يزيد يحاول يشري الانتدابات اللي تحاول تشريها من النادي الافريقي، هو يعمل هكاك يولي عنده تضخم. وقت اللي يولي عنده تضخم في اللاعبيه ترسيل يسلفهم، الملاعب يشري ب 3 مليارات يبيعهم حتى ب 5 ملايين ويطلع وقتها خاسر. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ هذه واضحه ظهر لي، مش معناها رانا نقصد حاجه اخرى، لا النيه سليمه واضحه، النيه نظيفه اكثر شيء من النيه هذه. راهو كما امروا شراوه ب 3 مليارات باعوه ب 5 ملايين وسجل هدف للترجي، وهدف الانتصار للملعب التونسي كان من عند امروا. دونك باش تفهموا اللي راهو هذا هو اللي يحكيوا عليه، الخسائر نتاع حمد المدب جرة النادي الافريقي. باهي ونتجاوز الموضوع هذايا، هو موضوع عابر ماهوش موضوع هام جدا. الموضوع الاخر ملفات الفيفا، ملفات الفيفا قاعدين يخلصوا بسرعه البرق، بسرعه. تدريبات النادي الافريقي ترجع نهار 15 الجويلية، يعني مازالوا ايامات ونرجعوا للتدريبات في بارك الكلوب ونعملوا جو كل شيء. البطوله تنطلق في اواخر شهر اود، النادي الافريقي على استعداد في كل شيء. كمال بن خليل خرج وعمل تصريح قال راهم عملوا برشا اشاعات على المستثمر بتاعنا وصلوا، ولكن كمال بن خليل نعرفوه معناها عنده شويه يحس بالظلم ديما، ولكن نبيل سبور ما خليكش تحس بالظلم، باش نطلع لك مرارك هون. بالنسبه لجون شومبيرز رئيسنا الشرفي الامريكاني، الرئيس هذا اللي نحبوه ونحترموه اللي هو رجل مسلم، السيد هذا قابل وزير الشباب والرياضه وقابله وتفاهموا معاه وزاره وتاكدوا له راهي فلوسك حلال محلل، فلوسك واضحه، فلوسك جات بامور قانونيه، استثمر في تونس مرحبا بيك، اعمل معامل نتاع حليب، اعمل معامل نتاع طماطم، اعمل كل شيء مرحبا بيك، المهم انت شغيل وشغل لنا الخدامه وان شاء الله تمشي الامور هكاكا. بخلاف هذا الكل اعمل لنا استثمار في الرياضه، ان شاء الله حديقه الرياضه باش تشوفوها احسن حديقه في تونس وفي العالم العربي بطبيعه الحال، على الاقل نشبه حديقه الاهلي المصري. هذايا بالنسبه للنادي الافريقي، حكاو معاه على الاستثمار نتاعو في النادي الافريقي، قالوا له ماذا بينا تعاون وتعمل استثمارات، قال لهم اوكي باش نعاون، نبداو ببارك الكلوب باش نردوه احسن بارك، ولما لا يجوا فرق اخرى من العالم الكل وقت البريباراسيون يعملوا بريباراسيون الغادي وتمشي الامور مريقله. لذلك كل شيء ماشي كزيت فوق الماء باذن الله، اللي حكينا فيه كل نتناقشوا فيه. وختاما نقول لكم فيما فرزه السياره.